صباح الخير، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. هذا الفيديو كثير تجيني أسئلة على الحشرات اللي تصير بالنباتات بالسنادين أقصد بها، وكيف معالجتها. أكو ممكن أشياء تأخذوها من أهل المشاتل أو من أصحاب المكاتب الزراعية لمعالجة الحشرات، وأكو أشياء ممكن بالبيت واحد يستغني عن مثل المشترى، مثل ما صار عنده وقت يروح يشتري أو ما متمكن يشتريها، ممكن أشياء بالبيت إحنا نعملها ونستفاد من عندها. يسألون أكو حشرات تصير من هاي الحشرات الطيارة مثل الذباب أو العفو الورم، السلابيح ممكن اسمها، يعني ما أعرف اسمها بس اللي يعرفها الورم، هاي تصير صغيرة هي ما لتأذي، ما تأذي النبات، بالعكس أكو بها تأذي، وأكو عادية تصير هي يعني من خلال وجودها بالتربة تتنفس الجذور، لأن تربش التربة أو تحفر التربة حتى تتنفس الجذور. هو سبحان الله يعني حتى هسه أي عرض تحفروها تلقون بها من هذه الموجودة. إحنا أتذكر بالعراق اسمها دودة الأرض اسمها، أو صرة الأرض، ما أعرف بالضبط، يعني بصراحة من زمان هذا الاسم يعني ماشي علي وما أتذكره بالضبط، بس هي هاي الورم مثلا أكو بيها تصير حشرات مثل الورم مثل السلابيح العفو الصغيرة بكثرة. هذه لا، المفروض واحد يعالجها. هذه تصير يا أما بسبب التربة، التربة بستخدميها تكون للنباتات الخارجية المفروض تتعرض إلى شمس مباشرة، ومنها ايضا تصير اذا كان السقي زايد، سقي بكثره، فالتربه تظل دائما رطبه او يعني شرشه من عندها المي موجود بها المي، فهذه التربه ما نشفت، فاعتيادي هذه الاشياء، هاي الحشرات وهاي الاشياء تصير بها او التعفن تصير من كثره السقي. هو صح النبات يحتاج مي، بس افحص التربه من يكون مثل حسب مثل 10 او 20 من سطح التربه، ممكن اكو نبات يحتاج ماء كثير واكو نبات يحتاج ماء قليل، فلازم توازنون السقي. بعض الاحيان تصير من كثره السقي، من قله الاضاءه، استخدام تربه تكون للنباتات الخارجيه المفروض تتعرض الى شمس، او خاصه اذا مستخدميها داخل البيت. اكو معالجه خفيفه ممكن احنا نستخدمها بالبيت، أنا سبق وسويتها، أو أيضا هو أنا وقعت بهذا الغلط بصراحة قبل يمكن سنة ونص أو سنتين. اشتريت تربة وزرعت بها، كانت نباتات مجذرتها ونباتات كانت السنادين مالتها صغيرة، وبدلتها، فبمرور الوقت صارت هاي الحشرة الطيارة بها مثل الذباب العفو، صغيرة كلش وكثير مزعجة تصير داخل البيت، وإذا تجون تحركون التربة مالت النبتة فراح تتهيج بعد أكثر. استخدمت مبيد حشري، وايضا استخدمت في بداية الموضوع استخدمت القرفة الدارسين، سواء بخاخ غليت مي وحطيت بيه القرفة وخليتها ثاني يوم صفيتها سويتها بخاخ. وايضا الطريقة هسه اليوم اللي راح اشوف لكم اياها هي ابسط الطرق ممكن تتلافون بها هذا الغلط، هذا المشكلة اللي عندكم موجودة لحد ما تشترون او ظلون تستمرون تستخدمون هذه النبتة، هذا الدارسين اللي اقصد به هذه القرفة، احنا بالعراق نسميه دارسين، هو بالدول الخليج او الدول العربية تسميه القرفة. هذا هو شلون استخدمه. انا استخدمته بصراحة هي من صارت عندي المشكلة، بس لأن صارت عندي مثلا كثير سنادين بدلتها وكثير اشياء كانت يعني مجذرتها فترة الشتاء وبالربيع زرعت، فصارت عندي هاي، كافحت بهذه الطريقة اللي أنا دا اذكرها واللي صراحة اسوي لكم اياها، بين ما جبت لحد ما جبت حتى اتخلص، لان صارت عندي حشرات بالبيت، هاي العفو هاي الذبابة من الطيارة، الها موش اسمها يمكن، ما اعرف يعني ما اعرف بالضبط يعني، بس هي مثل الذباب تصير. وايضا هذني السلابيح او الورم الصغار، سواء بيضة او اللونها الجوزي، بس اذا البيضة لا، هذه من كثرة التعفن موجود، فاذا كانت من هذه الجوزية فهذه مسألة طبيعية، اذا اثنين او ثلاثة او اربعة بالسنتين هذه مسألة طبيعية، بس اذا اكو من هذه البيضة وبكثرة لا. واكو الاخ اللي يصير الحشرة اللي تصير احنا بالعراق نسميها مشط الحية، تصير عندها
سيقان كثير، عندها رجلين كثير، هذه ام 44 او ما اعرف 77 او ما اعرف شو اسمها، يعني ما اتذكر بصراحه يعني قبل كنا يعني نسمعها. هذه لا المفروض تكافحوها، لان هذه مو بر الوقت، يجوز تطلع من مكان يعني مثلا من السندانه، اذا تحركت السندانه تحركت التربه مال السندانه او تبديل ممكن تصير بالبيت، وهذه كثير مزعجه. فاللي انا هسه راح اسويه الطريقه هاي اللي استخدمتها، اي شوكه او ملعقه او عندكم هو الشوكه اللي تصير خاصه بالنباتات او هذا الكرك الصغير الشفل الصغير، ممكن تحركون التربه بهذا الشكل، بس اهم شيء تحافظون على جذور النبته. حتى لو ما عندكم يعني اساني ما هاي بصراحه ما بيها، شوفوها ما بيها اي حشرات، لان السقي انظمه منظمه السقي، وايضا الاضاءه طبيعيه استخدم لها دائما فاتحه الستائر عليها، فما بي حشرات الحمد لله، واستخدم تربه خاصه للنباتات الداخليه. بس حبيت اوضح يعني اوثق الموضوع على هذا الشيء، يعني كيف هي الطريقه. هسه بعد ما حركت التربه اجي اخذ من هذه القرفه وارشها هنا بالسندانه. هذه هي راح تخلص على الحشرات بمرور الوقت، لحد ما تشترون مثل المبيد، هو اساسا مبيد حشري بالمكاتب الزراعيه، او تريدون على هذا تستمرون، بس المهم هو يفيد، هو يفيد. وايضا بعد ما كملتوها سووا بخاخ مي، لا تصفون بخاخ حتى ما يتصرف بسرعه الدارسين او القرفه. فبهذه الطريقه هي مرور الوقت تخلصون من هذه المشكله. هسه راح تقولين زين هاي القرفة راح يتأثر على النبات؟ لا بالعكس، ما تأثر على السنادين، بالعكس هي القرفة من منشطات للنباتات، سواء للتجذير إذا نريد نجذ يعني نزرع مباشرة أي نبتة، ممكن قرفة مع عسل ونمزجهم مع بعض ونزرع، ممكن تحطون للنبتة، هذه ما تأثر، القرفة ما تأثر أبدا على النباتات، بالعكس من الأشياء اللي تفيد النبات. هذا هو الفيديو، ممكن تستخدمون هاي الطريقة لحد ما تشترون، وممكن بينما ما تشترون اذا خلصت المشكله، اذا كانت ببدايتها وعندكم بس سندانه او سندانتين، ممكن تخلصون بهذه الطريقه من هاي المشكله اللي تعانون من عندها. هذه عند اللبلاب استخدم هاي الطريقه، بخ النبته، بخيت الارض، شوفوا ما شاء التربه مالتها اقصد بها، وما شاء الله تتخلصون من الحشرات اللي موجوده بها بمرور الوقت، وايضا راح يتنشط النبات. هاي الطريقة تستخدم لكل النباتات تقريبا، النباتات الداخلية القرفة تحطوها حتى تخلصون من الحشرات، سواء الطيارة أو الحشرات اللي تصير بالتربة، هذا هو كل ما تحتاجونه. أما إذا كانت الكمية كبيرة وسنادين كثيرة عندكم، يعني تقدرون تشترون البخاخ. أنا سبق واشتريت قبل بس للمن الدقيق، بصراحة صار عندي نبتة السجداد ونزلت فيديو عليها كيف هي عالجتها، بس كهذه على هذه الحشرات اللي تصير بالتربة استخدموا القرفة، يا أما تغلوها وبعدين تصفوها تحطوها ببخاخ، أي بخاخ، أي بخاخ عندكم، يعني حتى لو ما المنظفات تغسلوها، إذا ما عندكم بخاخ هاي العادية اللي تشتروها، أي بخاخ عندكم بعد ما تغسلوها وتنظفوها ممكن تسوون تغلون الدارسين القرفة، مثلا خلينا نقول كل كوب مال مي اخذ ملعقه الشاي، او كل مثل ثلاث او اربع مع من الكوابه استخدم ملعقه اكل، اغلوها وبعدها صفوها، بعد ما يعني اغلوا المي حطوها وحركوها وخلوها على جنب حد ما تمر ثاني يوم، يعني مثلا حتى يتحلل، اذا تريدون بخاخ حتى يتحلل الدارسين كل القرفة كل المواد مالتها تصير بالمي وتصفوها، تقدرون تستخدموها بخاخ، أو هذه الطريقة اللي هي استخدمتها أني، تحطون ترشون عليها على التربة وتحرك بعد ما حركتوها وترشون رشة عادية بسيطة من المي، وتخلها مرور الوقت هي راح تتخلصون من هذه الحشرة. هذا كل ما في عندي، فأنا حبيت يعني المتابعين يكتبون، هاي تاخذ وقت بالكتابه، بينما اذا انطي هذه المعلومه يمكن مو واحد او اثنين استفاد، كثير من عده استفادوا من عده، حبيت اوثق هذا الشيء بالفيديو. احنا وصلنا على نهايه الفيديو، لا تنسوني بالاعجاب والتعليق، مشاركه الفيديو مع اصدقائكم، فعلوا خاصيه الجرس، وحتى اي فيديو اوريدي يصير عندكم.
نشوفكم إن شاء الله بفيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.